متابعينا بساعتنا الثانية من مشوارنا بصباحك مسك. بفقرتنا اليوم رح نحكي عن مادة جدا مهمة، وهي مادة حتكون غذاء للروح بإذن الله تعالى. شعبان شهر التسامح، وهو عنوان للغفران والتسامح، شهر هام لرد الحقوق وأيضا للاستسماح، فرصة للرحمة والسماح والسمح. طبعا نحن رح نحكي أكثر عن هذا الشهر الفضيل. بصيرنا استضافة الاستشاري الدكتور حمزة الحمزاوي في برنامجنا، رح يحكي لنا اليوم عن الوعي وفي الحقوق والذمم بشكل مالي وتفاعلي. أكيد الدكتور حمزة الحمزاوي مؤسس ومدير سمارت واي للتدريب والاستشارات. يسعد صباحك دكتور حمزة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، صباحكم أسعد إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك وقواتك إن شاء الله يا رب. بإذن الله تعالى نحن باليوم بفقرتنا رح نحكي عن حابين نحن يعني نستفيد مع حضرتك بموضوع علاقة شهر شعبان المبارك بما يتعلق بوعي الحقوق والذمم بشكل خاص. جميل جدا. شلون فينا نستفيد ونشرح للمشاهدين والمستمعين عن إن هذا؟ إن شاء الله هذا أنا عمل استفادة صغيرة كتير. صغيرة. استفادة غدا. والله مزبوط. طيب. مع حضرتك أكيد. جميل. الله يبارك فيك. بكل بساطة دائما نحن منتظر دوما شيء كلمة النهايات والخواتيم، النهايات والخواتيم. في شيء يمكن معظم الناس ما بتعرفه، أن شعبان هو ختام السنة التي لها علاقة بالأعمال. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فشعبان شهر عظيم يغفر عنه كثير من الناس، يأتي بين رجب وبين رمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة ترفع الأعمال، نحن كل حياتنا أصلا هون اختبارنا له علاقة بالأعمال. بالأعمال. ومطلوب منا دائما أحسن العمل ليبلوهم أيهم أحسن عمل، هيك يفترض. فهذا الشهر تحديدا هو التي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وخاصة في ليلة النصف من شعبان. هذه ليلة يطلع الله على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك أو مشاحن بمعنى آخر، لازم ننتبه من الغفلة. الحديث الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدنا ننتبه أنه ما نكون غافلين في هذا الشهر بالذات. هذا شهر الختام، تبع ختامها مسك إن شاء أيوة. الله بقناة مسك بإذن الله رب العالمين. الله يسلمك. فإذا كان ختام الأعمال في 15 شعبان يعني ترفع فيها الأعمال أو لا ترفع، فلازم نفكر تماما شو الشيء بيمنع أنه عملنا يرفع. فللأسف الشديد يعني يسوءني ويسرني نفس اللحظة أن أقول لازم ننتبه لشقين. شق بتكلم فيه عنه السادة المشايخ مش أنا، اللي هو له علاقة بالشرك. القسم الثاني الشقاق. الشقاق المشاحنة، البغضاء، الضغائن، القرف النفسي، الحقد، الكراهية، كل هذه الأمور والحمد لله متوفرة لدينا وبشكل كثيف جدا 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 للأسف، وربما موجود عندنا من سنوات. وأنا لا أتكلم عن مغتصبي الحقوق ولا عم نحكي عن خلينا نقول عن الأعداء، أنا عم نحكي عن نطاقي أنا وأسرتي وعائلتي، أنا وجيراني، أنا وإخواني، أنا وخلاني، الشخصي والعائلة ومحيطي. نعم. اليوم لو دخلنا إلى المحاكم إحنا إنه يعني محاكمنا مليئة نحن على نحن. صح. تمام. طيب شو سبب هالضغائن والحقد والكراهية في شيء اسمه ذمم. ذمم. الذمم في ناس بتظن انه هي فقط ذمم مالية. بالضبط. نحن عنا مالية وعنا عينية وعنا معنوية. واخترها المعنوية اللي هي معنية الان عنا اكثر في موضوع شعبان. لكن كونه فتحنا سيرة الذمم وفتحناها، يا ريت عن جد يلا خلينا نسكر كل انواع الذمم. ايوه تماما. فلذلك الان وقبل دخولي في رمضان، اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره اتقى من النار، الاقبال للناس على رمضان عظيم جدا. لكن هن بيظنوا انه بداية الاقبال في رمضان. لا. بداية الاقبال انه ننهي ونختم صح ما قبل الدخول برمضان. فلذلك عنا فرصة رائعة جدا 30 يوم في شعبان لواحد فينا يصفي ذهنه ويصفي قلبه ويركز أوضاعه ويحط ورقة وقلم ويجمع فيها كل الذمم المترتبة عليه. الذمم قد تكون مالية فعلا. شو عندي قروض، شو عندي ديون، شو عندي سلف إلى آخره. يقوم بعملية ترتيب أولويات. ترتيب أولويات في موضوع الذمم المالية. نعم. نجي للذمم العينية. العينية يعني أنا اقترضت، أنا استعرت، أنا أخذت كتاب، أخذت إن شاء الله تكون ست بيت، أخذت أواني وإلى آخره. بيستعاروا من بعض كتير أعراس وغيره وغيره. على هدول الصعيد البسيط اللي في الداخل. العيني هذا بنسميه. بنحط في كذا 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 كذا. طيب. على المستوى الآن المعنوي اللي هو الأخطر. الأخطر.
يعني مع انه المعنوي هذا نحن اكيد دائما بنتجاوزه صراحه وبنتجاهله، بنفكره انه ما ولا شيء، وهذا يمنع اصلا أن يرفع اعمالنا الى الله. انا ما بدي ادير حصه دينيه الان، لكن تعال نتخيل احنا للاخره ما عندنا اعمال اصلا، وين اعمالنا بقيت هنا؟ ليه؟ لانه لم ترفع اصلا. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما بيرتفع اذا في قلبي وفي قلب ايا كان من هؤلاء المحيطين حدثنا شحناء بغضاء كراهيه، وسببها قد تكون هذه الذمم فعلا، واهمها الذمم المعنويه. يعني انا حكيت على فلان، حكيت على عرض فلانه، للاسف يعني الغيبه والنميمه، فكيت ارتباط، حرمت حدا من عمله من شغله. نحن بنطق براغي كثير ونحكي كثير ونلت ونعجن كثير، وشفتي فلانه شو عملت، شفت شو عمل، وبالتالي احنا ما عم نوعى انه عم نرتكب حماقات كبيره جدا، اولا بحق ذاتنا قبل ما نسيء لاي حدا من الناس اللي من حوالينا. هذه الذمم المعنويه تحتاج الى كمان نحط لها قائمه ونقول والله فلان انا حكيت عليها، والله فلان انا للاسف جبت سيرته بالعاطل، ولا انا فلان ذكرته عند من يعمل عندهم بطريقه سيئه ممكن اثر على عمله. فلانه ضلت عانس من وراء راسي بسبب انه حكيت عليها، انا حكيت عليها مثلا، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، لكن بكل الحالات انا اذيت. فهذه ايضا من الذمم اللي يفترض ان تكون. طيب شو بدي ساوي؟ أيوة، شو الاجراء؟ هاي جاي لك. يعني نحن دكتور هلا وصلنا صنفنا هال حطيت ورقه وقلم مثل ما قلت، كتبت كل هالنقاط. برافو عليك. صفي بس انا اعرف طب كيف بدي اروح لفلانه، كيف بدي هلا عندنا رقم واحد انه نوعه، وهذا اللي عم نحدثه الان. هذا انه نوعه، لانه ممكن يكون احنا عايشين في غفله اصلا، انتبهت للقصه، متذكرين بالموضوع كله. اثنين، شرعنا بالعمل وجبنا الورقه والقلم وسجلنا هذه الذمم اللي والله انا بنسى. طيب اجراء بسيط كثير، افتح جوالك على الاقل وسرد الاسماء اللي جواته. والله بيطلع شيء 100 واحد، بس تذكر حيطلع لك عندك كل انواع الذمم. قد يطلع لك من ايام ايام زمان، انا طلعت من سوريا من 10 سنين وفلان له برقبتي كذا، ان شاء الله تكون بقاله، تمام، سي من الناس انه عندي كذا، ايه اغراض فلان استعطى عندي فلذلك ممكن يساعدنا كاجراء لازم الان. لازم ارجع عليهم كلهم، نتذكر على يا كان نقول دفتر تليفونات من زمان، ايام زمان صحيح، فيها تليفونك نفسه بسم الله ما شاء الله حاوي كل شيء، صحيح. فلذلك بحاول بالفعل نعمل عمليه انعاش، فلان توفى الى الله الله يرحمه، وفلان تذكرناه بسيره حلوه ابتسمنا ضحكنا، فلان تذكرنا له بعثنا له ورده، بعثنا له قلب، بعثنا له كذا الى اخره. حلو انه نرتب القلوب بهذا الشكل، واللي له الحقوق كتبناهم. ايوه، هدول اللي عندي حلو. مثلا في مشاكل انه ممكن معنويه، يعني مثلا طبعا ممكن كل شيء. شو فلذلك انا هلا بدي ببدا برحله اسمها الاستسماح. الاستسماح ايوه، هي اول خطوات بدنا نشوف الاستسماح. الطريقه المناسبه للاستسماح، لانه الموضوع حتى الاستسماح فن. يعني في ناس انا يعني اذا بقول له لك عندي فكاني ملكته رقبتي، يعني فعلا نعم بصير يخنقني. صحيح فلذلك بدي اعرف انا كيف حتى فن الاستسماح يكون، هذه طرائق واساليب يفترض تكون. مهم بدايه انا عم نحيس النيه، من اراد الاداء، يعني نويت انا اقترضت ونويت الاداء ادى الله عنه، فانا نويت ان شاء الله سد ذممي. ونشوف اذا الذمم الماليه متوفره لدي اصلا موجوده عندي، هذا طبعا خبر مفرح كثير حيكون للشخص المقابل. طبعا عم ينتظر، لانه عندي 100,000 كذا الى اخره، وين حول لك اياها؟ يعني بيروق كثير. جد احلى عيديه. طيب ما عندي هذا المال، ما عندي تماما لسبب ما، ما عندي. اذا اول شيء بدي احرر انا بجواتي، هل انا عم لف ودور لاكل مال الاخرين؟ هل انا عم لاقي لي شيء مبرر لحتى اقول له لا مالك عندي؟ ايوه كمان هي نقطه مهمه فعلا. تمام، فبينك وبين الله الحكايه. طيب لا والله انا مقر لكن ما معي. فأنا ممكن أعمل استسماح بتأجيل المدة، بأنه فلان فلاني ما نعرف جاينا شعبان بدنا أعمالنا ترفع إلى الله، أرجو أنك تأخذ يعني تسامحني شوي، يعني أنه بس تعطيني مهلة، تعطيني وقت نظري إلى ميسرة. قد تتفاجئي، وهذا جربته كثير مع أشخاص كثير، قد تتفاجئ الشخص الآخر نسيان المبلغ كله، يعني أي من ذهنه أصلا يأسان منه، يأسان هو يوصل لمرحلة اليأس. فذاك بقول له أي مبلغ، أي سنة، أي كذا، يا سيدي الله يسامحك، روح دنيا واخره ما بدي اياه، ارتاح هون بقى السعادة للطرفين. تماما، ذاك ارتاح وهذا ارتاح وخلصنا. او ممكن لا يقول له لا والله بدي، يقول له طيب اذا اصبرني. ممكن يعني يطلع له نسبه من ضئيله من البشر عليك وعلى اللي دينك واخر مره واول مره، بده يصبر يعمل له بلوك ويحجبه. بده يتحمل شوي، لانه عمليا انا اخرت او انا قصرت او انا
عندي ظروفي بجوز، بس بالنتيجه ما تعاملت معه بالاريحيه. نعم. معظم الديانه للاسف المدينين تلاقيهم بيهربوا. نعم. اذا كان بالبقال بغير الطريق كله، فعلا بغير المكان كله، اذا كان في علاقه الو شلونكم بيبطل يسال عنه اصلا. من ولد دي مشان ما يسالوا عليه. تماما. فلذلك لا، بدنا نحاول انه نرمم هذه العلاقه وما نخلي العلاقه الماليه تفسد بيننا وبين خاصه المحيطين فينا. جميل هذا الكلام. المالي. حلو. تجي للعيني. العيني هلا كيف فينا احنا نسد؟ يا عندي يا ما عندي. كمان عندي، عندي الاناء رجعناه، عندي الكتاب. أيوة. رجعناه، عندي طقم السهرة رجعنا، عندي الخاتم أو رجعت بدي شبيهه مثلا في سفينة. هلا بداية لازم رجعه هو. هيك لازم. حلو. طيب هلك راح ما موجود تماما، هون بده تعويض بطريقة ما وبده استسماح. اها. يا سعاد انت عرفتيني سنسال السائق مدعيف، بصراحة بصراحة اختفى، ضاع، انسرق، ما أكثر من السيدات وقت بيستعيروا. هيك شغلات. رقم واحد أول شيء لازم هي تكون عن جد صادقة، مو تلف الدور برضه مستحليته فقالت لها بدي تشوف. تمام. تمام. بتصير لأنه والله وتقول لها فعلا عندي وهذا العين عندي. فممكن تقول لها لا والله ما بيرجع، هدية لإلك. ايه خلصنا. ونحن شاطرين أصلا بالحلفان. تمام. ممكن تقول لها ايه والله كنت عم دور عليه ونسياني إني أعطيتك إياه، فرحتيني إنك حترجعي لي إياه. حلو. خلصنا منه. ما موجود فبده عوض. بده عوض، وفي شيء بتعوض وفي شيء ما بتعوض. اللي بتعوض سهلة عادي، يعني موجود من هالكأس كتير. أيوة. أعطيناك واحد جديد، أخذنا مستعمل أعطيناك واحد جديد، خلصنا. حلو. لكن في شيء مرتبط أحيانا بمعنويات. بيكون شغلة مو غالية. تمام. لكن هي جايتني من خطيبي، هي جايتني كانت من أمي الله يرحمها، فيها أثر أمي، فيها كذا. صح. إلى آخره. صح. فهو بده استسماح زائد كفارة. يعني بدنا نعوض مع مرادات، مع شيء زيادة لحتى يسكت أو يرضي مثلا بطريقة. بس ما يفهمون الناس زيادة كلمة ربا، يعني لا مو قضية ربا، قضية تعبير عن أنه أنا بالفعل استسمع. ربما غلطت في حقك وأنا عم بارغ في موضوع أنك أطلب السماح مثلا. نعم. نعم. فلا بد من إرجاع العين وإرجاع يعني فوقه شيء، هدية، كلمة طيبة، شيء من هذا القبيل نرضي حقيقة الشخص الآخر. جميل جميل. ودائما بدي أقول لك أنا علي يساوي اللي علي. الطرف الآخر ما بعرف مين. في ناس لأمة أصلا. نعم. في نعم. ناس قد تستغل مثل هذا الموقف. يجي الحقوق المعنوية وهي خطيرة. الحقوق المعنوية إذا أنا بدي أقول لك أنا حكيت عليك أنا سبب فشلك في حياتك الزوجية، أنا طلقتك من جوزك، أنا اللي خسرتك يعني العمل، مصيبة، خربان بيوت نظامي. أيوة تماما. فإذا بتدفني كتير 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 كبير. ممكن بمناسبة 15 شعبان يا جماعة نتصافى، أنا سامحك وأنت سامحني. حلو. أماني أنا ما بعرف يجوز شو عامل بحقك كذا إلى آخره، جملة وتفصيلة اللي سامحتني. ها. أنا بنفس اللحظة سامحتك. يعني ممكن تكون النية واسعة لكن بالداخل. نعم. في عندي شيء عن جد. نعم. أنا موقف أتذكره. شيء تاني حكي لك. شيء تاني هلا هذا بدي أخذه منك إليك هو استسماح. أيوة. مثل مبدئي الله يسامحك. لكن أنا لازم أعمل شيء اسمه كفارة. لأن أنا بعرف حريق إني أذيتك. نعم. والكفارة بدنا تفكر فيها بعمق. كثير من الناس بتفكر كفارة يعني كفارة صيام، كفارة كذا. بالضبط. في فرق كتير كبير بين الذنب وبين السيئة. الذنب بينك وبين الله، تقولي يا ربي سامحني، ربنا غفور رحيم بسامحك. بسامح. لكن نعم. السيئة، السيئة لا تستطيع أن تسيئي إلى الله، تسيئي إلى خلق الله. حاشا. فالسيئة تحتاج وكفر عنا سيئاتنا. اغفر لنا ذنوبنا، هذا بينك وبين الله. نعم. وكفر عنا سيئاتنا. تكفير السيئة بده يكون من جنسه. أيوة. يعني أنا حكيت عنك لا سمح الله بمكان ما بالعطل. كفارة بدي احكي عنك بمكان ما بالايجاب. ايوه. والاهم انه يكون نفس نفس من جنس الاشخاص العمل. ونفس الناس اللي سمعوا مني. طيب انت هذيك مره قضحت فيها، انا غلطان. ها. انا اسف، انا بالفعل يمكن جاوزت حدي، يمكن كنت متضايق منها شوي الى اخره. يا الهي يا الدكتور حمزه. هذا مو طبيعي هذا. يعني احنا الواحد بس نصفن شوي بتصرفاتنا. أيوة. نقول قديش بدنا وقت لحتى نرمم الشغلات اللي بفكر بالكفارات لقدام ببطل يرتكب الحماقات. فعلا. اصلا فعلا. ليه فعلا. مثلا انا سبب انه فلان سلبنا منه شغله وعمله. مثلا كم سنه صار له بلا شغل؟ حنفترض سنه. قديه كان معاشه؟ لنفترض $100. أديش سببت له؟ أنا خسرته مثلاً. نفترض أنا أقول. نعم. $100 هيك بس، يعني بس من باب الحسابات السريعة $1200 من كفارة الأمر إني أنا لازم أدبر $1200 وأعطيهم. بجوز ما أقول له أنه أنا سبب أنك أنت ترك. نعم. شغلات، ولكن هدول بقول له هدية مني لألك ولا غيره. يعني دكتور بس خلينا نتأكد أنه فيني أنا ما أقول له واجهه بالشيء ممكن اللي طبعاً على حسب الموضوع، على حسب الشخص، على حسب مين، يعني بتفرق الحكاية. أها. مثلاً. فالمهم أنا
اعطيته هال 1200 دولار كفاره انا ظاهريا انه هديه عم تستسمحه عامه. أيوة. وهذا 1200. طيب هذا الرجل مو بس انا تركته شغله من ورا ما ترك شغله سببت له ضرر، طلق مرته كمان، لازم من الكفاره انه اسعاره بزوجه كمان. نكن هذا الرجل صار عنده مرض نفسي من الكفارة لإله أخصائي نفسي. والله هذا رح يحرم يحكي على فلان. فلذلك بدك تكونوا حاسبين حسابها تماما. نحن يعني هي كلمة أحيانا من القيام قال هي كلمة لو غمست بماء البحر لأنتنته. نعم نعم تمام؟ والله صحيح، والله صحيح. هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. إن أحدكم لا يهوي في نار جهنم 70 خريفا بس بكلمة، صلى الله بكلمة ما أعرف يعني للأسف يعني للأسف. فنحن ممكن نعمل أشياء كثيرة جدا من دون ما نشعر ونأذي الآخرين على أساس أنه عم نضحك ونمزح. والله ومثل ما قلت أحيانا بنظرة للأسف، بنظرة بهمسة. أي نعم. بكلمة. نعم. بسيطة. كم من امرأة كانت يمكن تكون بالفعل زوجة وسعيدة ومبسوطة ورائعة أفسدنا لها حياتها. نعم. أو حلنا بينه وبين زواجها. طيب هذا بده كفارة ولا ما بده؟ بده كفارة. ندور على عريس مناسب. ايه والله هدول الحلول. وهكذا دي بقى معنا وقت لسه معنا وقت. انا بس بدي نركز هلا نحن مشان نصنف للمشاهدين. نعم. والمستمعين صنفنا شوفي عنا زمام سواء كانت مالية ومعنوية و مالية عينية ومعنوية. تمام. وفي عنا هلا شو الوعي فيهم، يعني كيف فينا نلاقي حلول. نعم. وأدوات لحتى نساعد نرمم ونسد هالزمام. جميل جدا. طب هلا نحن كزوات كأشخاص كنفوس. نعم. بشرية. صحيح. اكيد نحن كبشر عنا كمان حقوق وزمام. صح. شلون فينا ننظر لذاتنا نحن؟ برافو عليك. من هذا الجانب سؤال ذكي وبدل على هلا الذكية. الله يسعدك يا رب. طيب شوفي الفكرة فعلا أنا كل اللي ركزت عليه أنا كيف بدي أتخلص أنا من الذمم. تماما تمام. فلذلك أنا لجأت لشيء اسمه الاستسماح. مع رد المال أو رد العين أو رد الشيء. أيوه. مع كفارته. ورجع بقول أنا قبل ما أنتقل لعندي بدي حكمة الحكاية. حكمة. مو شرط أبدا أنه أنا صرح بي بي بي. في نوع من أنواع الذمم هو مو قرض. هو نصب، هو احتيال، هو سرقة. يعني هذا كمان خطير. قبل ما احكي تبع ذواتي. صحيح صحيح. عشان هيك سالتك قديش عندنا وقت. يعني واحد عم يشتغل على كاشير ولطش له شويه فلوس مثلا. واحد الموظف مؤتمن الوقت مقابل مال طبعا، لكن كان يجي متاخر ويروح بكير وايام ما يجي ويقول له للعالم وقعوا لي، هذا كله من الذمم لازم. أيوة. ننتبه له. واحد نغفل عنه، والله بنغفل عنه للاسف. في واحد يعني مصاب بمرض. احنا اخصائي نفسي انا. نعم. هو مرض السرقه، ما له بحاجه يسرق بس بيسرق مثلا. نعم. بنصب. وصيتيني يجيب لك على غرض يد امانه. تمام. جبت لك اياه وضفت فوق منه 100 دولار وحاسبتني على اساس انه حاسبتك على اساس هيك سعره. انت من حقك يمكن تتاجري بس هذا مو تجاره. هذا كان توصيه ويد امانه. ايوه. اذا جيت اعترفت لك رح تطلع كل المشاكل هلا عندي. يعني اذا شو ناقصه فلوس انا يمكن كل طشت منه مثلا 200 دولار. نعم. هو ناقصه 2000 دولار حيقول لي معناتها انت يا حرامي انت اللي اخذهم. ايوه ممكن يورط حاله. أيوة. ساعتها هون فذاك ما في داعي هون. بقدر انا ردهم بظرف، ردهم تحويله بنكيه. أيوة. ردهم بهديه، ردهم باي طريقه ما تورطني. يعني ما في داعي. انا فعلا يمكن عندي هذا الداء وفتت على البيت ولطشت هالكاسه معي انا وطالع. إذا عرفت أنك ما عاد تفوتيني على بيتك أبدا. نعم, نعم. وأنا عم عالج حالي أصلا. والحمد لله طبط. مثلا حلو. فإذا ما في داعي التصريح عن نوعية الخطأ اللي أنت ارتكبته مشان ما يرجع عليه المهم أنك تسكر. حلو. سد زمتك. ما سديتها بالدنيا يا بتسدها بالقبر يا بتسدها بالآخرة. لا بدنا عذاب قبر ولا بدنا نسدها بالآخرة. خلينا نسدها بالدنيا مقدور عليها القصة. نعم. حتتفاجئي إنه كثير من الناس الحمد لله لساتها القلوب طيبة. نعم. القسم الأكبر من البشر حتقول لك روحي الله يسامحك. طيب اجي لعندي. حلو فعلا. خلينا ننتقل لهذا. هلا أنا كمان بني آدم وأنا دينت. وأنا إلي عند الناس حقوق سواء كانت مالية ولا عينية ولا مادية. احنا نعيش في عصر كورونا. عصر الحجر الصحي، عصر الضيق المادي، عصر. طيب اذا كنت في سعه لينظر لذاتي لشاني. تماما. اذا كنت في سعه يختلف اذا كنت انا في ضيق. انا في ضيق والاخر بسعه ما عندي مانع انه طالبه، بالعكس. ممكن انه ذكره شعبان مبارك كيف احوالك كذا الى اخره. سمعنا الحمزاوي عم يحكي عن الزمم والحقوق وكذا الى اخره. تمنيت يكن لك معي لرجع لك. بس كأنه الموقف أنه أنا إلي معك بس. أيوة حبيت ذكرك يعني. أيوة حلو. هي أسلوب مثل أسليم. كأنه أيوة. تمام. يعني ذكروا أنه أنا إلي معك بلباطة. إذا كان ربنا ميسر عليك وكذا إلى آخره. أخوك بديئة
كذا الى اخره. فبحاول اني انكشه بحيث انه اخذ منه حقوقي كانت ماديه او عينيه، يعني شيء انا عايره يرجع لي. طب خلينا نتوقع اذا انا في عسر وهو في يسر، نتوقع رد فعله هو كيف ممكن يكون؟ ممكن كل شيء مثل ما قلت لك، الدنيا التعامل دائما اخلاق، يعني انا بيهمني انا شو، انا شو اخلاقي، انا كيف بدي اتصرف مع الناس. ايوه ممكن اقابل اللئيم، ممكن اقابل الظريف، ممكن اقابل الطيب، الله اعلم. حلو. فانا عم اشتغل يعني اكبر قدر ممكن بذكاء عاطفي، ما ازرع حدا ولا اذي حدا، هيك يفترض. نعم. طيب فانا طالبت بحقوقي من اذا كان هو ميسور اصلا. لكن حاله من حالي وعسر بعسر، لربما 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 لو قلت له روح الله يسامحك ربنا سبحانه وتعالى يعوضني اضعاف بطريقه اخرى. جميل. هون التعامل مع عبدالله، هون التعامل صفى مع الله. وحلو انه يفرج عنه، لانه هو عمليا يمكن ما عم يشوفني، ما عم يتصل فيني، ما بعت لي. ايوه يعني خجلان من هذه الذمه. نعم. انا ممكن حرره. السلام عليكم. وعليكم السلام. كأني بتذكر إلي معك 100 دولار صحيح؟ انفرجت عليك لي لا والله الدنيا مدري إيش حيفتح لي المشروع تبع كذا، الضغوط والحياة الصعبة، ما بدنا نجيب المزيد من الأسى والديون. شو رأيك أعطيك هون هدية؟ شو رأيك يعني هلأ بهذا الموسم وتدعي لي فيهم دعوة صالحة، دعوة حلوة كذا إلى آخره؟ عن جد والله تطلع الدعوة من قلب قلبه الله وكيلك، وربنا يعني سبحان الله رح يعوضه أضعاف، يقينا سيعوضك أضعاف مضاعفة بطرائق وأساليب مختلفة. والله ما أجمل هالحكمة. نعم. هي اللي هلأ استخلصناها الحمد لله. هذا الدرس عم تسمعوه حاليا أنا درسته تقريبا شي 6 سنوات أو 7 سنوات ما شاء الله بفضل من الله، الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك ألف خير. هذه النصائح إلا ورجعت عليه بعوائد ممتازة، خاصة الآن يعني الآن صار غير أي وقت تاني، الآن عنا ضغط مادي فعلا كلياتنا. لذلك من مشى في حاجتي أخي مشى الله في حاجتي، من يعني كان في عوني أخي كان الله في عوني. أنا يعني أنا وياك عباد. نعم. ممكن صحيح. أنا أخدمك تخدميني، بس قد ما خدمنا بعض في محدودية معينة. بينما أنا عم بنقل العهدة كلياتنا من أنك أنت تساعديني وأنا ساعدك إلى أنا ساعدك فالله يساعدني. أيوة الله ما انتظر شيء من العبد، ما انتظر حدا من شيء، لانه ممكن كثير مثل ما الظروف الماديه اصلا صعبه، وبيعطي وبيغدق واشياء عجيبه سبحان الله. سبحان الله تاتيك كلها من الله سبحانه وتعالى. ومو بس هيك، ايقني تماما هذا من قبيل الصدقات. ربنا بيحب يتعامل معنا دائما بالكرم وليس بنفس السويه، يعني تصدقتي ب 100 حيجيك 1000 10 اضعاف، ويمكن يكون اضعاف وضعف عنها، ما اروع هالشيء. والرزق ما شرط دائما نشوف فيه مال، قد لا يرجيك يا الله سبحانه وتعالى بشكل اخر فيه لطف. انت ماشيه بسيارتك ثوينيه وعملت لي الحادث، تهشمت كل سيارتك ويمكن ضررتي انت لا سمح الله. سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى قلت اليوم صدقت الطاف رب العالمين فارجاكي هذا اللطف. نعم. ثوينيه. والا خلاص انت منتهيه انت وسيارتك لا سمح الله. لو بدنا نحولها لمال لوجدتي اضعاف مضاعفه عن المال اللي سامحتي فيه. نعم. وتجاوزتي. نعم. عنه. وجودك الطيب كمان، يعني الوجود الطيب هي نعمة الله سبحانه الله سبحانه وتعالى بيكرمها على عباده. يعني دائما أحيانا بتلاقي أشخاص طيبين سمحين. نعم. هدول الناس ليش هيك بيكونوا طيبين؟ ما بتعرفها من عند سبحان الله سبحان الله. أي نعم. فلذلك المهم أنه أنا شو بدي أحرص، بدي أحرص دائما. نعم. أنا أستسمح وبنفس اللحظة سامح. رائع. سامح أنت الرابح. نجي للجزء المعنوي وهو الأخطر. أنا بني آدم إنسان إلي كيان، بتنجرح مشاعري، بتضايق، بختنق، في ضرر وقع علي، تشويه سمعة كذا إلى آخره. هون كمان بدي فرصة لحتى أنا أرقي نفسي بنفسي، يعني فرصة أنا مشاني أنا، مشان أنا أرتقي بنفسي من هذا الضيق والحرج وإلى آخره. وهي أخطر مرحلة بعتقد. ودائما أنا بقول لهم حلو تتعلموا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا. طائف لما بعد ما يعني أوذي كثيرا هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ الكلام الواضح الصريح من شخص رائع جدا، قلب مفعم في حق من الإيمان والقرب من الله، إن لم يكن لك غضب علي، علاقة بيني وبين الله، إن لم يكن لك غضب علي بيني وبين عبد الله فلا أبالي أبدا، فلا أبالي. إذا تعلمنا فن اللامبالاة الإيجابية. تمام. ما مشكلة مين حكى مين سوى من كذا، للأسف في شيء بالدنيا اسمه الكارما، هذا لازم نفهمه كما تدين. خلينا نفهم تدان. يعني ما ممكن تأذيني بشيء إلا سيعود الأذى عليك لا سمح الله. الله يحميك. آمين. يعني آمين. يعني الله يسلمك. طبعا طبعا حدا حكى علي حترجع الحكاية ينحكى عليه. حدا ضربني كف رح ترجع الحكاية وينضرب الكف. بظروف مشابهة حتى لو أنا سامحته حتى تكوني بالصورة. في شيء بده يدفع ثمنه مثل الحق العام. أيوه برافو عليك أحسنتي جماعة الحقوق. بده يدفع ثمنه. نعم. وإذا ما أخذنا ثمنه بالدنيا حياخذه بالآخرة. وأريح لك دائما 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 فكري كيف تخلصي أول بأول. أيوة. كيف تخلصي بالدنيا
مالك مستحيل يخلص لا راكم ولا خلي الامور تتطور وتطول ابدا، وبالتالي هذا الشيء حيضيق علي ويضغط عليك. علي بالاخره بعيد الشر. احسنتي. فلذلك انا بكثير بساطه بحاول اني اكون ما بين مستسمح ومسامح. وقد ما اجى هيك يعني كان في شيء غصة عن قلبي، كما تعلمت فنون الغفران وفنون المسامحة ونزع الغل، كما كنت أنا إنسان أصلاً عند الله أرقى وأتقى وأنقى وأفضل. قال ادخل ادخل الآن رجل من أهل الجنة. عدن تعال الراقب وشو عم يعمل؟ عادي، شخص عادي. أعطينا شو السر، ليش قال عنك الرسول أنك أنت من أهل الجنة؟ صلى الله عليه وسلم. بكل بساطة قال أبات وليس في قلبي غل على أحد. أبات وليس في قلبي غل على أحد. طبعا هي كلمة نحن بنحكيها، موضوع صعب كتير عن جد، يعني قديش هي كلمة بدها شغل على حالنا. أيوة بالضبط. بدها والله أيام. فبدنا نتدرب على موضوع شيء اسمه نزع الغل. نزع الغل. أعدائنا ما نالوا منا لأنه هن أقوياء، بقدر ما نحن مع بعضنا ما بدنا نناح مع بعضنا. نعم للأسف يعني. نعم هي كلها مش فيها صحيح. يعني بدنا تطهير كثير. نعم. نفوت على محاكمنا نحن ضد نحن. آباء أبناء، أبناء على آباء. القريب ضد القريب. نعم. للأسف أولاد عم على مدري إيش، شركاء عمل، أصدقاء مدري مين، أصدقاء طفولة. بالنتيجة نحن بنستثمر الآن شعبان لنتجاوز، نستثمر فرصة. شعبان لنغفر ليغفر لنا. حلو. أكيد بنسمع لفظ كلمة العتق. العتق. نعم. العتق العتق دعائنا المتكرر برمضان هذا الكلام مثلا. هذا العتق بإيدك أنت. يعني هو مش موضوع أنه ربنا سبحانه وتعالى أكيد حكيم وأكيد له ما يريد. نعم. بس ربنا عادل برضو. مو أي حدا يلا أنت عتقناك، من يعتق يعتق. طيب خلينا نفصل تبع موضوع العتق. من يعتق يعتق، يعني لما أنت تيجي على حالك كثير عندي هيك كثير مفروس منك وسامحتك يسمح عنك. يا ام اجمل هالشيء. سامحي يسمح عنك. رائع. تغفري يغفر لك. تصفحي يصفح عنك. تعتقي تعتقي. اذا هي هي اي شيء ممكن نبدأ من عندك. ايوه من عندي وبعكسه على الاخرين. ايوه كله من عندك. فلذلك انه نفهم هذا الموضوع. ربنا عادل. تمام. فلذلك انت من عندك انت بتختاري، انت بتختاري تتقربي الى الله بشبر بتقرب لك ذراع. رائع. تمشي خطوه بيهرول اليك. المبدا عندك انت. فكم ما ارتقيتي انت، سميتي انت، ضبطتي انت امورك، روح تحرر الموضوع سبيل الله. صار فربنا اسهل. فربنا سبحانه وتعالى وقتها بيعتقيك وبيسامحك ويرقيكي باذن الله تعالى، وبتكون ختامها مسك ان شاء الله باذن الله. بس قبل ما نختم خلينا نكون احنا صريحين وشفافين وواضحين. كثير من اللي عم يسمعونا هلا بيقولوا لك يا اخي موضوع المسامحه والاستسماح. نعم. والسماح والعبارتك اللي ما شاء الله بتكررها هلا خلال الحلقه. نعم. دائما يا سامح انت الرابح. نعم. ليس بهذه السهوله. صح. كتار من الأشخاص بيقول لك يعني أنا إذا سامحت أو ممكن أخسر شيء من كرامتي، شيء من حقوقي. صحيح. كيف ممكن نعالج هاي الشيء اللي أحياناً بيقول لك أنا ما بدي أكسر على أنفي بصلي ونزل من نفسي. مشان هيك تبتدي حنبدأ باستفاضة. قلت لك صعب باستفاضة. صحيح صحيح. هلا أيقنت ليش صعب. هلا أنا بس يعني بطلب من السادة الجمهور دائما يتابعني يفوت على اليوتيوب. حلو. عملنا برنامج اسمه سامح أنت الرابح. وبرنامج يومي 30 حلقة. حلو. اللي حكيناه هلا حلقة. تمام. لسه عندهم 29 وحلقة. لسه في 29 مشان هيك ضروري. لازم يسمعوا كل أشكال الذمم. ولسه ما حكينا عن الناس اللي ماتت إلى ذمة عنا وماتت مثلا. كمان فعلا هذا موضوع كتير. ففي عندي كتير قصص من هذا القبيل. كتير أسباب المشاحنة بالأصل. أنا معند إنه أنا صاحب الحق. نعم. وأنت معند إنك أنت صاحبة الحق. وبدنا نحتكم لحدا. مصيبة. صحيح. ممكن يكون الخطأ راكبني 100%. ممكن انا بعرف اني انا غلطان بس كبريائي بيمنعني اصلا انه انا اعترف او ما شاكل. فالمهم حيسمعوا 30 حلقه. حلو. اسمه سامح انت الرابح، نفس العنوان. يعني هذا يعني. من اجل ان شاء الله نوصل الى افضل امثل ترقية. بالاضافه الى دوره مجانيه لوجه الله تعالى، يعني مو دعايه هي. يعني دعوه. بس فوتوا عندي على الموقع، فوتوا على الفيسبوك، حطوا على جوجل حمزه الحمزاوي. بامكانه ينضافوا لان ان شاء الله على هذه الدوره اللي أنا أرجو منها، أنا إلي مصلحة، ما أخذت فلوس منكم. لكن أرجو من خلالها سامحوني. أرجو من خلالها ما شاء الله على الروح الحلوة، على المسامحة والاستسماح إن شاء الله. فحياخذوا بهذه الدورة تقنيات نزع الغل. ليش؟ أنا كمعالج نفسي الآن أحيانا حديثنا بيزيد بعض الأشخاص ألم نفسي. أنا الحكي هذا كله بنعرفه، سمعناه من المشايخ والأساتذة، سامح سامح سامح. أنا مشكلتي ما عم بعرف سامح. أنا بدي بس ما عم بعرف سامح. طيب معناته هذا يمكن يكون مفاتيح. ممكن فهذا يمكن يكون شغلنا.
ما بقدر جاوب بالسرعة. ليش؟ لأنه الموضوع له علاقة بأنماط البشرية أصلا. جميل. يعني جميل. في واحد أصلا زلق. جميل. يعني أنا محاول أزيك هلأ مع بنال منك أصلا زلقة. عرفت شلون؟ نعم. أنا بحكي لك الكلمة تسلط دغري مباشرة. شوف اثنين بيكون بيحبوا بعضهم البعض، بيسبوا بعضهم البعض على أساس عم يتغزلوا بعضهم البعض. صحيح. ويتقبلوها بكل بساطة. كيفك يا دبدوبتي؟ ما شايف حالي يا بطريقي؟ قول نفس الكلمة قولوها بغير نمط بغير قصة. أبوك على أبو أبوك على ست ستك، أنتوا عيلة دبب كلكم أصلا. تختلف تختلف الحكاية كلها. نعم صحيح. ففي تفصيل في الموضوع وكيف بدنا نعتبر بالفعل وكيف بدنا ننزع هذه الأغلال. عدد درجة القرب والبعد أساسية مهمة. يعني في زوج وزوجة، في حماية، في بنت إحماء، في مين، في تفاصيل كتير لا تتسع لها المقمون أكيد بإذن الله تعالى. كل حالة إن شاء الله إلى حالتها. حلقات جاية كمان. أي وحتى بعد الدورة إذا كان في أشخاص أخذوا النظري ما عرفوا طبقوا عملي كمان فرصتهم. استشارات عادة مأجورة، يعني فرصتهم هلأ بشعبان استشارة مجانية لكل من أراد حلو. أن يتحرر من الأحقاد. هي يعني حصريا من مسك من الدكتور حمزه. ايوه اكيد باذن الله تعالى. انا مسك واحد. الله يسعدك يا رب دكتور حمزه. عن جد ما شاء الله يعني سعيدين جدا بهي الحوار وهذا اللقاء الرائع. كنت معنا وضحت لنا نقاط وعيتنا صراحة عن جد هيك يعني حركت فينا هذا الشعور بأنه نحن عن جد في عنا حقوق ولازم نأديها وزمم لازم نأديها. الله يجزيك ألف خير يا رب دكتور حمزة الحمزاوي مؤسس ومدير سمارت واي للتدريب والاستشارات. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الله يسعدك يا رب. متابعينا صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني وبنرجع بعده لنكمل. خليكم معنا.